بسم الله الرحمن الرحيم. قوات الإرهاب الخليفي تحاصر قرية النويدرات منذ فجر يوم الأحد الماضي وإلى اليوم، يعني تقريبا منذ 3 أيام. وهذا الحصار اشتد في هذه الليلة بتواجد ما يقارب من 150 مدرعة، وأيضا تواجد الكوماندوز. وفي طول هذه الفترة قاموا باعتقال مجموعة من الشباب، وبعضهم عليه أحكام بعشرات السنين. وما حدث في هذه الليلة عبارة عن عملية إجرامية، ويبدو أن هناك مسرحية يعزم النظام على نشرها في الأيام القادمة، حيث قام باعتقال الحاج أحمد مرهون، أو اختطاف الحاج أحمد مرهون وإخراجه من المنزل، بعد أن اعتقل ولده مهدي. والآن يتم القيام بالحفر في داخل منزل الحاج، بعد أن أخرجوا جميع العائلة قاموا بعملية الحفر في داخل المنزل. ولا يعلم ما النية التي يريد النظام أن يقوم بتمثيلها بعد كل هذه الإجراءات الإرهابية من قبله. وعليه نناشد الجميع بمناصرة قرية النويدرات بالتغريد، بالمظاهرات، بكل الطرق والوسائل الممكنة لفك الحصار عنهم ولنشر مظلوميتهم، وهذا أقل القليل في حق هذه القرية الصامدة التي منها انطلقت شرارة الثورة في البحرين.